السلام الله عليكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع جديد إن شاء الله، ألا هو مرحلة التمار شجرة الأفوكادو، وهي من أهم المراحل الحساسة بالنسبة لزراعة شجرة الأفوكادو. قد طلب مني أحد الأصدقاء بعض المعلومات حول زراعة الأفوكادو، خاصة مرحلة التمار. هي هذه المرحلة تختلف عن المراحل الأولى من زراعة شجرة الأفوكادو، من حيث التسميد أو من حيث السقي أو من حيث العناية الأخرى، تتطلب بعض العنايات الأخرى التي سوف نتحدث عليها في هذه الحلقة إن شاء الله، في هذه الحلقة المخصصة إن شاء الله في سلسلة زراعة شجرة الأفوكادو أو مشروع الأفوكادو. كما كتشوفوا معي، شجرة الأفوكادو من نوع الهاص، تقريبا عمرها تقريبا سنتين. كما كتشوفوا معي هذه الحبوب، نحن مقبلين إن شاء الله على مرحلة الجني إن شاء الله. كما كتشوفوا معي ما بقى لاش الوقت بالنسبة للجني شجرة الأفوكادو. كما كتشوفوا معايا هذا هو النوع الهاص. سوف نتحدث عن معلومات وخاصة أهم دور وهو حاليا في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للشجرة، وهو السقي. أهم مرحلة وهو السقي، وهو المسؤول الرئيسي بالنسبة لشجرة الأفوكادو من أجل إنتاج أو عدم إنتاج. بالنسبة للسقي، هذه أهم مرحلة لكي لا تتساقط لك الثمار، ولكي تأتي لك محصول جيد من حيث الانتفاخ الحبوب النوع الخاص أو أي نوع من أشجار الأفوكادو. كما كتشوفوا معي، هذه حبات شجرة الأفوكادو تقريبا مازال عليها تقريبا واحد شهر إن شاء الله أو شهر ونصف، سوف نقوم إن شاء الله ببيعها أو جنيها. كما كتشوفوا معي، بالنسبة للسقي فهي حاليا تحتاج المياه بكثرة. بالنسبة للصباح والمساء تقريبا تحتاج تقريبا 20 لتر من الماء في الصباح و20 لتر من في المساء، فهذه أفضل شيء يمكنك سقيها بها من حيث كمية المياه، لأن شجرة الأفوكادو حاليا تعتمد على المياه كثيرا من أجل تلك الحبوب المتواجدة عندها. إذا قمت بتقليل المياه أو نسبة المياه لم تصل للشجرة، فالحبوب سوف تتساقط أو سوف تأتيك ضعيفة من حيث الحجم، أي أن الحجم أو من حيث الإنتاجية أو الطونات وما يعرف بالطونات ما غاديش يجي عندك بالنسبة للإنتاجية. فالمياه ضرورية حاليا في هذه المرحلة أو في هذا الشهر الحساس، وهو شهر 8 وكذلك شهر 9، منتصف شهر 9 لابد من المياه جيدا وبالوقت المنتظم، أي أنك قمت بسقيها في التاسعة صباحا وقمت بسقيها في الخامسة مساء أو السادسة مساء، فعليك اعتماد على هذه المدة من أجل عدم سقيها مع العاشرة واغتيالها مع الثالثة. فمدة السقي لابد أن تكون من المدة والمدة منتظمة أو متوازنة لكي تكتفي عند تسرب المياه للجذور، أي تسرب جذور للمياه وتأخذ حقها من المياه بشكل منتظم، ولا تقوم بإكثار لها من المدة ما بين المدة والمدة، إذا فهمتم الأمر. كذلك من حيث التسميد حاليا بالنسبة لشجرة الأفوكادو، وهي مرحلة حساسة كذلك من حيث التسميد، بالنسبة لها فهي سماد 33، كل شيء كعرفوه في المغرب، وكذلك بعض البوتاس قليل من البوتاس من أجل انتفاخ الحجم الحبوب، فعليك هذه المادة بالنسبة للبوتاس أخذها بعين الاعتبار بالنسبة لعدد أشجار شجرة الأفوكادو. كم عندك، كم عمرها، لابد من أخذ هذه الاحتياطات من أجل أن تأخذ الكمية المناسبة لها. بالنسبة لي أنا كنعطيها تقريبا في كل 60 شجرة كنعطيها تقريبا نصف كيلو جرام من البوتاس. تلك البوتاس دوره يساعد من انتفاخ الحبوب، لأن ما زال لها تقريبا شهر ونصف، فهي مدة قصيرة، فعليك من أجل إنتاج أن يكون جيد قم بإعطائها بقع قليل من البوتاس على حسب الكمية، فهذه المادة تساعدها. بالنسبة لسماد 33 فهو كل ما يعرف منه أنها تساعد من أجل الاخضرار والتقوية كذلك، والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وهذه هي الأشياء التي يمكنك إعطاؤها حاليا، ومادة البور التي تساعد الحبوب شجرة الأفوكادو من أجل تأخذ شكلها جيد، لأن شجرة الأفوكادو بعد الحبات عند بيعها لا يقوم الشاري من أخذها من عندك، تحتسب الديجي
كنقولوا الدي سي، كنقولوا له الدي سي حنايا بالنسبه للبياعين شجره الافوكادو او حبوب الافوكادو دي سي. فلا بد من اخذ ماده اربور من اجل تستريح حجم الحبات الافوكادو، تاخذ حجمها الطبيعي جيدا. هذه ماده تساعدها كذلك. بالنسبه يمكن استعمالها كل شهر حوالي لتر واحد، او كل 15 يوما اعطيها لتر واحد في خلال هذه الماده فقط، خلال هذه المرحله فقط، خلال هذه المرحله فقط، اي شهر 7 و8 و9 يمكن اعطائها هذه الماده عكس الفترات الاخرى. هذه المواد التي تحدثت عليها بالنسبه لشجره الافوكادو المثمره، ام غير المثمره فيمكنك اعتماد اشياء اخرى من اجل تسميدها. انا اتحدث عن مرحله الثمار حاليا، وهي مرحله حساسه بالنسبه لشجره الافوكادو. وكذلك من حيث السقي، كذلك من حيث التسميد او من حيث السقي، فتلك المده التي تقوم بتسميدها، اي قمت بتسميد 15 يوما تلك المواد التي ذكرتها. قد طلب مني احد المتتبعين هذا السؤال، قد جاءني في التعليقات. بالنسبه للحديد او الكالسيوم لا يمكنك اعطائهما في نفس اليوم، سوف تقوم بإضرار عليها كثيرا، خطورة عليها كثيرا. إذا قمت بتسميد الحديد اليوم، قم بتسميد الكالسيوم غدا والبوتاس بعد الغد. وكذلك هذا هو الترتيب. كذلك أقوم بإعطائها نفس المادة في الشهر المقبل، كذلك في نفس اليوم. لا تقوم بالاختلاف من حيث التسميد، لأن العديد من الأشخاص يقومون بخلط الحديد والبوتاسيوم وكذلك المغنيسيوم والبوتاس في برميل واحد، وهذا أمر خاطئ، وخاطئ بالنسبة لشجرة الأفوكادو. فكل مادة على حدة من حيث السقي. من حيث التسميد تقوم بسقيها جيدا، وخاصة في فترة التسميد، خاصة في فترة المساء أفضل عكس فترة الصباح. قم بسقيها صباحا جيدا، وقم بسقيها في المساء جيدا كذلك. وعند الانتهاء من السقي في المساء تبقى لك تقريبا واحد مدة 10 دقائق، قم بتمرير تلك المواد بالنسبة لها في السقي في الماء، وتقوم بقطع عليها الماء حتى الصباح المقبل، وتقوم بسقيها، بسقيها جيدا. وكذلك هذه هي المراحل او الخطوات من حيث التسميد. هذه فقط بعض المعلومات اردت ان اشاركها معكم. وبالنسبه لافضل الاسمده حاليا، ان هو سماد الحيواني مخلفات الابقار، فهو افضل سماد، وبالتوفيق للجميع.